السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من تاني محمد جمال على قناة حقيقة في دقيقة وبرنامج عالم المحمول. النهاردة فيديو مهم جدا جدا، هنتكلم فيه عن ازاي لو معاك كارت ميموري بايظ او في مشكلة او فرمت غصب عنك، ازاي ترجع الصور والفيديوهات والملفات اللي عليه لو هي تهمك او مهمة جدا عندك. قبل ما نتكلم في اي حاجة، يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتنا وعلشان تستفادوا من الفيديوهات بتاعتنا. اول خطوة هنعملها، لو الكارت بتاعك متفرمت غصب عنك وعايز ترجع الصور والفيديوهات، ما تحاولش تفرمته مرة تانية. ولو الكارت بتاعك بايظ، لما تحطه في الموبايل او في الكمبيوتر يقول لك تنسيق الذاكرة. تنسيق الذاكرة يعني هتدوس عليها يتفرمت ويشتغل معاك، بس مش هترجع هتعرف ترجع الصور والفيديوهات اللي عليه. ما تفرمتش برضو الكارت وما تحاولش تعمله فورمات، تمام؟ اول خطوة معانا او تاني خطوة، بعد اهم خطوة عندنا الاولى اللي هي ما نفرمتش الكارت. تاني خطوة معانا، لازم تستعين بأحد البرامج اللي بترجع صور الفيديوهات، وأهمها ويعتبر من أفضل البرامج برنامج اسمه Zero Ascension Recovery. البرنامج ده بيرجع لك صور الفيديوهات، ده من أفضل البرامج، وكمان برنامج مجاني مش هيطلب منك أي تكلفة. اسمه Zero، هنكتب تنزيل، نفتح جوجل ونكتب تنزيل. أهو ظهر عندي أول برنامج لأن أنا كنت بحثت عنه قبل كده. هندوس انتر، هتظهر الصفحة زي كده. هنختار اول اوبشن، باقي المواقع طبعا فيك مش هتنزل لك البرنامج، تمام؟ اول ما تفتح الصفحه تقول زي ما احنا شايفين كده، هنختار تحميل. هتظهر صفحه تحميل مجاني اهي زي ما هي موضحه قدام حضراتكم، هندوس عليها. هيبدا البرنامج ينزل معايا، شو اول ظهر الكل اهو. برنامج بسيط والحجم بتاعه قليل خالص، مش هياخد مني وقت خالص اهو، ما خدش معايا 5 ثواني. بعد ما ينزل هنسطب البرنامج على الكمبيوتر او على اللاب بتاعنا علشان نبدا نرجع كل حاجه احنا عايزينها. ندوس نيكست، اكسبت، موافق على الشروط. الناس تركز معايا، ندوس على من الصح، اندرستود، نيكست، نيكست، انستول كده. البرنامج فينيش، اتسطب معايا. هنطلع من الصفحه، تمام؟ كلوز اهو. البرنامج اتفتح معايا عادي، هنقفله. هنبدا دلوقتي نعمل ايه؟ هنركب كارت الميموري اللي هو فيه مشكله، او كارت الميموري اللي هو متفرمت وعايزين نرجع الحاجه بتاعتنا من عليه. معانا كارت ميموري مثلا اهو، هنركبه. كارت ميموري اهو، الكارت ده متفرمت معلهوش اي حاجه اهو قدام حضراتكم. كارت الميموري اهو، كارت 16 جيجا فاضي معلهوش اي حاجه. بعد ما حطينا الكارت هنبدا نفتح البرنامج، هنلاقيه نزل على سطح المكتب اهو، Zero Ascension Recovery. هنفتح البرنامج بتاعنا، دوس يس. طيب هتظهر عندنا صفحة زي كده، ايميج ريكفري فري مجاني، يعني استرجاع الصور، داتا ريكفري استرجاع البيانات، اللي فوق دي الصور والفيديوهات، واللي تحت البيانات. احنا عايزين نسترجع ايه مثلا؟ مثلا الصور. هندوس اول اوبشن، طبعا احنا مركبين الكارت، هيبدا الجهاز يبحث مع نفسه على اي جهاز صلب على الكمبيوتر، تمام؟ هيفضل يبحث، نستنى لحد ما يعمل سكاننج. بيعمل سكاننج عشان يبحث يظهر الكارت بتاعنا. الكارت بتاعنا اهو، نشوف الاوبشنات اللي ظهرت لي هنا. طبعا الدي والايد تبع اللاب نفسه، من والسي برضو. طيب ديسك 1 اهو، هو 16 جيجا ده، عايزين نتاكد اكتر. هنفتح جهاز الكمبيوتر عشان ما نختارش مثلا اوبشن غلط. مثلا جهاز الكمبيوتر اهو جي، يعني مكتوب ريموفابل ديسك جي، ناخد الجي اللي هنا اهو، جي اهو ده. بعد ما نحدده هندوس نيكست، ركزوا معايا، هندوس نيكست. هي في خط اخضر، خط الداونلود ده هيظهر عندنا دلوقتي. كده بتبدا ترجع الصور والفيديوهات بتاعتي من على الكارت اهو، 9%. نسيبه لحد ما يكمل 100% هنا. الخط ده كله الاخضر ده
اهو هيبدأ هيبقى كله اخضر، هنسيبه يحمل مع نفسه. ممكن ياخد منك دقايق على حسب البيانات او الصور او الفيديوهات اللي على الكارت عندك، لو كتيرة او بيانات كبيرة مثلا الكارت 16 مليان هياخد وقت معاك مثلا نص ساعة ساعة الا ربع زي ما ياخد معاك، بس بعد كده الصور هتظهر وهترجع معاك. نسيبه طبعا يكمل، هو 10% اهو 12% طبعا بيزيد وينقص على حسب ان البيانات تقيل عليه، لان الكارت ده كان عليه قبل ما يتفرمت صور كتيرة جدا جدا، وان شاء الله حضراتكم هتشوفوا دلوقتي الطريقة، هتشوف الصور الكتيرة اللي عليه. طبعا انا قبل ما اعمل الخطوة دي هوريكم خطوة تانية دلوقتي، اللي هي نختار الملف اللي هتحفظ فيه الصور، يعني الملف اللي انا عايز احفظ فيه الصور نختارها، وياريت يكون على القرص الصلب بتاع الكمبيوتر على الدي او الاي، او اهم حاجه يكون الصور المسترجعة. نختار حفظ الملفات على الكمبيوتر نفسه، ما نختارش على الكارت تاني. بعد ما تخلص الداونلود طبعا ممكن يطول، طبعا بعد ما يخلص البرنامج الداونلود والخط الازرق ده يمشي تمام، هتفتح الملف ده اللي انت اللي هو اوبن سيف فايل، الملفات اللي اتحفظت انا عامل لها حفظ طبعا على الكمبيوتر، او مختار ملف هتلاقيها هتظهر عندك على الكمبيوتر بعد ما يخلص داونلود الكارت، هترجع البيانات بتاعته على الملف اللي انت اخترته من الكمبيوتر. الخط الاخضر ده بيخلص هيجيب لك قائمه تختار منها اول اختيار اللي هو الروت، وتعمل حفظ في الملف اللي انت عايزه بس بيكون على الكمبيوتر مش على الكارت تاني، بعد ما تتاكد منه بعدين ترجعه مع الكارت عادي لو الكارت شغال، انما لو مش شغال رجعه مع الكارت تاني. هتعمل اوبن فايل، اوبن سيف فايل، وتختار الملف اللي انت عايزه. انا طبعا مختار هنا اهو، نجيب جهاز الكمبيوتر، اختار ملفات تحت تظهر عندي على الاي. الكارت طبعا لسه فاضي لان البيانات استرجعت، وانا هعمل لها حفظ على الكمبيوتر على الاي. هنفتح الاي هنلاقي الملف ظهر باسم البرنامج اهو، اهو يا اخوانا اهو زيرو اسامبليشن. انا طبعا عملت استرجاع للصور بتاعتي، هنفتح اهي الكارت كان عليه صور اهي، وجابهولي بالملفات اللي انا كنت عاملها على الكارت، كاميرا والفيسبوك والاكسبيريا تمام، لان التليفون اللي كان فيه الكارت ده كان تليفون سوني. الصور كلها هي ظهرت معايا، كانت صور كتير عشان كده الداونلود اتاخر اهي قدام حضراتكم، ظهرت الصور بتاعت الكارت. انا ممكن بعد كده لو الكارت شغال او عايز انسخه مع كارت تاني بنعمل كوبي مثلا ونروح على الكارت ننسخهم، او ارسال الى سنت تو، وايه القرص بتاعي او الكارت بتاعي لو شغال تمام. انا لو عايز طيب ارجع داتا ملفات كانت على الكارت اهي رقم 2 هندوس، وطبعا الخط الاخضر هيبدا يحمل تاني زي ما ورينا لحضراتكم، وترجع كل بيانات. طيب لو الكارت تالف، الكارت بتاعي مش شغال تالف تمام، وعايز البرنامج ده يقراه يشوف ايه الملفات اللي عليه، لو يسمح هيقراه هندوس ريد ريكفري، لو ما يسمحش الكارت وتالف خالص مش هينفع، فاحنا نرجع الحاجات اللي عليه وخلاص. بكده نكون رجعنا الصور واديناكم اسم البرنامج، واسم البرنامج او الرابط بتاعه هتلاقوه في الوصف تحت الفيديو ان شاء الله، بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة علشان نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.